بداية حديثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سوف نتحدث في هذه العجالة القصيرة عن في البداية أهمية الأبحاث الفيزيائية الفلكية أو الفلكية، ثم أقسام الأبحاث الفلكية. طبعا أقسام الأبحاث الفلكية تنقسم إلى قسمين، نظرية ورصدية. نبدأ بالأبحاث الكونية النظرية، لأن الأبحاث النظرية نوعين. الأبحاث النظرية نوعين، الأبحاث النظرية أكثر من نوع، منها الأبحاث الكونية النظرية. في أبحاث نظرية مرتبطة بالكون، وطبعا لما بنجي لخصائص الأبحاث النظرية وخصائص الأبحاث الرصدية، عندنا النماذج الفلكية للأجرام المتفردة، يعني من ضمن الأبحاث النظرية هي الخصائص المتفردة أو خصائص الأجسام المتفردة. ما المقصود بخصائص الأجسام المتفردة؟ يعني كلمة متفرد ربما مأخوذة من مصطلح إنجليزي، وهو السنجلاريتي أو الحاجة الأود الإكزاتيك. في عندنا أجرام فلكية ذات خصائص متميزة، مثل الأقزام البيضاء وغيرها من الأقزام، مثل النجوم النيوترونية، مثل الثقوب السوداء. هذه ما تزال محل أبحاث فلكية نظرية. هل بالإمكان البحث فيها؟ نعم بالإمكان البحث فيها، مثل ما بالإمكان البحث في الأبحاث النظرية. طبعا بنأتي إلى نقطة مهمة بنذكرها فيما بعد. عندنا فلك موجات الجاذبية أو الجرافيتيشنال ويفز. هل هذا البحث بالإمكان الواحد يتكلم فيه، مثلا يكتب فيه يضيف فيه؟ بالإمكان، ما زال موجود. هل على مستوانا؟ نعم، هل ممكن حتى على مستوانا. فلك النجوم والأبحاث النظرية الشمسية، تحليل وترجمة بعض المخطوطات الفلكية التراثية وغيرها. أيضا بالإضافة إلى هذا، ترجمة وتلخيص بعض الأبحاث الفلكية الحديثة. كل هذه يعتبر أمور نظرية. الأبحاث الفلكية الرصدية والعملية، وهذه اللي فيها جانب عملي جانب رصدي. هذه من ضمنها، طبعا هذه الأقسام اللي ذكرناها كلها أمثلة وليست يعني حصر على نحو الحصر. رصد الآفاق والأهلة بالعين والأدوات البصرية، هذا مجال البحث. عندنا مجال البحث رصد فوهات القمر وتغيرها، وهذا أيضا مجال البحث. عندنا رصد التغيرات والتحولات الشمسية، هذا أيضا مجال للبحث. وكل مجال رصد، مجال بالإمكان نرصده، خصوصا يعني الآن لو وقفنا عن موضوع الشمس ونتكلم عنها أكثر. الشمس هي من الأمور اللي احنا نفضل. يا دكتور بس مش كده، انك وقوفك امام الشاشه ما بنشوف، فموقع شوي اسمح لي الحين يمكن افضل، بس المشكله على هذه لا معني او لو شو ممكن هنا بس بطريقه ما يعني ما ادري كيف. لا ما عليه، خلي دكتور دقيقه دكتور. نعم. لو ممكن توقف في الجهه اليسرى دي، الجهه اليسرى اي هالجهه وبكم اي معقول بالنسبه لكم؟ طيب ممتاز، ما مشكله. فعندنا رصد فوهات القمر وتغيرها، عندنا رصد التغيرات والتحولات الشمسية، وهذه أردت أضيف فيها شيء واحد يمكن نتحدث أكثر. يعني ترى بتكون الشمس مالنا شمس، يعني ما مستفيدين منها كثير إلا الحرارة، حرارة وزيادة استهلاك الكهرباء. ولكن بالنسبة لنا عندنا يمكن أكثر من 300 يوم شمسي، أكثر هذا بالقاطع، يعني ما عندنا 60 يوم متواصلة غير عندنا. فبالتالي عندنا أكثر من 300 يوم شمسي لا مستفيدين منها، لا في طاقة شمسية، لا مستفيدين منها لا حتى في الرصد. يعني الشمس عندنا بالإمكان أنك ترصدها وترصد الظواهر المرتبطة بها وتكتب في ذلك، يعني عندك مجال حتى لو فقط ترصد. يعني الآن بالمجال بالإمكان أنك تنشر حتى لو كان مجرد رصد. رصدنا مثلاً البقع الشمسية واستمرينا نرصدها، فهذا الرصد على مدى مثلاً شهر شهرين في ذروة، لنقل في ذروة نشاط شمسي، بالإمكان نشره مجرد رصد. فالكلام أن الشمس في كثير
مما يمكن أن يضاف للشمس. طبعا عندنا رصد وتحليل الغلاف الجوي للكواكب الداخلية والمريخ، هذا طبعا لا بفرض أن لو اشترينا في جهاز يسمى جهاز التحليل الطيفي سبكتروسكوب، وهذا جهاز مو يعني مو أكثر من 10,000 ريال يعني بالكثير لو زاد، فبالتالي هذا بالإمكان من خلاله تحليل مكونات الأجرام الفلكية، فيعني هذا شيء مو بعيد المنال يعني أبو شيء بالمبلغ، هذا شيء مو بعيد المنال. وطبعا إذا فعلا تم يعني استخدام مثل هذا الجهاز بإمكانه أن يضيف أبحاث واسعة، يعني بإمكانك تنظر مثلا إلى الغلاف الجوي لحق الكواكب، لكوكب المشتري، لكوكب زحل، لكوكب الزهرة، وتحلله وتشوف مثلا التغير ماله على مدى كذا، على فترة كذا زين، أو مثلا لو مر نجم أمامه، كل هذه أو عفوا مر نجم خلفه، كل هذه فرص للبحث. أيضا بالإمكان رصد وتحليل السدم النجمية وبعض المجرات القريبة مثل مجرة سديم الجبار وغيرها، يعني إذا في مجال الليلة بعد المحاضرة بالإمكان رصد بعضها. إمكانية إنتاج أو ترجمة بعض الأفلام والمقاطع العلمية، هذا أيضا مجال يعني لمن أراد أن يبدأ في هذا الشيء. لاحظوا يا أخوان ويا أخوان الموضوع لو تنظروا إلى واقعا يعني أشبه الآن بالواضح، يعني إحنا بحاجة إلى إضافات كثيرة، وإن كنت بأضيف بعض حول تفاصيل هذه الأبحاث، ولكن أهم شيء أهم عنصر في هذا الشيء أن يكون في نوع من الدافعية والاهتمام. إذا توفر عندنا مجموعة أو حتى شخص مهتم بواحد من هذه الأمور وراح خلفها، بالضرورة يضيف شيء، بالضرورة هو يضيف إلى نفسه، وممكن يعني الجمعية ما هي إلا مظلة سواء للتواصل، للإضافة، للمساعدة، ولتوصيل للمهتمين غير حتى من خارج الجمعية. فالمسألة يعني فعلا بالدرجة الأساسية تعتمد على وجود الشخص المهتم. متى ما وجد شخص مهتم مثل هذه الأمور أو أي واحد من هذه الأمور سواء كان من الإخوة من الأخوات، فإنه بالإمكان أن يضيف. خلينا نبدأ في البداية أهمية الأبحاث الفيزيائية الفلكية. أولا تعتبر مصدر للعلوم، يعني سواء كان طلاب بمختلف الشرائح بحاجة إلى أنهم يعني دائما يكون عندهم مصدر مناسب للعلوم، فهذه الأبحاث مصدر للعلوم. الشيء الآخر هي رافد أساسي وضروري لاستمرار تطور المعرفة الإنسانية، يعني إحنا لولا الآن الأبحاث القائمة تظن يعني الأبحاث حتى الأبحاث الفلكية لربما حتى جوانب أخرى علمية تضعف. يقولوا في دائما عمق استراتيجي في جميع الجوانب، يعني مثلا نتكلم عن الجانب الأمني لازم يكون في عمق استراتيجي، الغذائي لازم في عمق استراتيجي، كذلك العلمي لازم في عمق استراتيجي. هذا العمق الاستراتيجي اللي تعتمد عليه التنمية، تعتمد عليه جوانب العلوم. ما هو العمق الاستراتيجي في العلوم؟ العمق الاستراتيجي في العلوم هو الأبحاث الفلكية، عفوا الأبحاث العلمية بشكل عام ومن ضمنها الأبحاث الفلكية. فشيء ضروري يعني أنت الآن لو فرضنا أنك أحدثت تنمية أو أحدثت تغير، أحدثت حركة صناعية، هذه الحركة الصناعية بدون وجود مراكز الأبحاث تظل ضعيفة، تظل أقل خلل يتعرض لها، ما تعرف وش تسوي، تضطر تروح تتصل بالخارج. لا، بينما إذا كان عندك أنت هاي الأبحاث قائمة، هذه تشكل عمق استراتيجي لجوانب المعرفة وجوانب التنمية. أيضا هي باعث أساسي لدراسة العلوم، يعني الأبحاث الفلكية كيف لا باعث لدراسة العلوم؟ يعني الآن لو كان عندنا طالب، لو جاء عندنا طالب، هذا الطالب لو مثلا وريته كوكب المشتري أو وريته سديم الجبار، هذا الطالب تلقائيا يعني هو شايف كوكب المشتري في الصور أو كوكب زحل في الصور، بس إذا شافه من خلال المنظار هذا شيء آخر. أيضا لو هذا نتكلم الآن عن استهداف مثلا الفئات الصغيرة، لو جينا إلى الأبحاث، إلى البحث العلمي،
لو فرضنا ان عندنا بحث علمي انجز، هذا الطفل او هذا الطالب لما ينشا وهو يرى ان في ابحاث علميه فعلا يعني تنتج من المنطقه ويعني تساهم فيها المنطقه، هذا تلقائيا تحدث عند قدر من القناعه، قدر من يعني الثقه بالنفس ان بالامكان انه هو فعلا يضيف ويبحث يعني ويدخل في هذا المجال ويؤثر فيه. دائما يقولوا الناس ابناء طبيعه ابناء بلدهم، يعني الانسان ابن ارضه كما يقال، اذا نشا في ارض وهو يرى ان ما فيها شيء قفراء، هذا بالعاده يعني ما يفكر في الامور الكبيره، بينما اذا نشا في بيئه فعلا هو يرى ان فيها جوانب علميه فيها انتاج علمي، تلقائيا هو هذا تنبعث عند هذه الثقه بالنفس، فهي باعث اساسي لدراسه العلوم. ايضا لا يمكن الفصل بينها وبين خلق بيئه علميه حقيقيه، يعني انت اذا اردت ان تخلق بيئه علميه لابد ان تنظر الى العلوم من جميع الجوانب. مو تقول لي والله انا بسوي بركز على الجوانب التقنيه فقط وابخلق بيئه علميه من هالجانب، لا، الجوانب التقنيه شيء، الجوانب الطبيه شيء، الجوانب الفلكيه شيء، الجوانب حتى الحيوانيه وغيرها من هذه الامور، يعني العلوم له جوانب كثيره، فما يمكن انك فقط تركز على فقط شيء ومن خلال هذا الشيء تقول انا بخلق بيئه علميه، البيئه العلميه لابد ان تكون متكامله. ايضا فائدتها مرتبطه بالبدايه البسيطه الحقيقيه الجاده لاكتساب العلوم، يعني المقصود بهذا ان اذا اردنا فعلا نلج الى هذا الجانب، الى اذا اردنا ان نبدا في العلوم والعفر في الابحاث الفلكيه فلنبدا ببساطه، وهذه واقعا من النقاط الاساسيه اللي احنا نعاني منها وخصوصا في الفتره هذه، من النقاط اللي نعاني منها واحنا نلاحظها في المدارس. يعني يجوا لنا بعض الاحيان مدارس هنا في الجمعيه تسال سؤال بسيط، يظلوا الطلاب يجاوبوا لولا الصبح، يظلوا يجاوبوا حتى لو إجابات عشوائية، وكأن لا يوجد ماذا؟ لا يوجد مقياس يقيم به الطالب فعلا إجابته، يعني كأنما المقاييس اختفت، كأنما المقاييس ما عاد في مقاييس اللي تميز بها بين فعلا أن هذا الشيء صواب، هذا الشيء حق، هذا الشيء صحيح وغير صحيح، كأنما الأمور اختفت بالمرة، وهذا فعلا يعني هذه حاجة نلحظها بدأت تمتد من الصغار إلى الكبار، وطبعاً بدأت مؤشراتها بجوانب كثيرة، يعني مثلاً إحنا نعرف أن الإنسان يعلم ولاحظ وشاهد كروية الأرض قبل 20,000 سنة، قبل 20,000 سنة كروية الأرض مثبتة، وهذا من يقولوا من بداية التاريخ العلمي المسجل. هذا الآن حتى بعض يعني واقعا ما اعرف ايش اقول، يعني بعض المتعلمين بعض الجامعيين هو وراء هالموجه هذه لهالدرجه، يعني احنا صرنا فقدنا القدره على التمييز، فقدنا القدره على فعلا يعني على معرفه الحق من الباطل، فقدنا القدره على معرفه الشيء الصحيح من غير الصحيح واقعا، يعني فالمساله صايره تمتد للصغار وبدات الكبار، يعني تستغرب انه يجيك برسل لك مثلا دكتور مثلا مقطع عن الصعود الى القمر على ان مثلا هذا شيء واهم وما شابه من هالقبيل، يعني ما ابغى اتكلم الان حول هالامر، وان كان يعني منطقيا ما ينبغي ان نصل الى هالشيء هذا، هذا مثل واحد يشكك في وقوع الحرب العالميه الاولى او الثانيه او ما شابه، يعني في امور يعني منطقيا صعب انك تجي تشكك فيها بالطريقه البسيطه، بالطريقه هذا الجانب البسيط، يعني لو كان هذا الامر الجانب اللي ذكرناه امر غير صحيح لكان في ذيك الفتره المحمومه بين المعسكر الشرقي والغربي، كان فعلا هذولاك المعسكر الشرقي كان يقول ياخذها على الامريكا، ما يصير هذا، عندكم هذه اشكالات كبيره، كيف ندعوا انكم سبقتونا؟ ما سبقتونا ولا صعدتم. أمر كان يبث على الهواء مباشرة، كان الناس كلها تحضره 6 مرات مو مرة واحدة، زين المسألة أنا ماذا أقول، يعني أنا كنت معاهم أو صعدت معاهم، لا، ولكن في بعض الأمور، يعني أنا ما أتكلم عن النقطة هذه فقط،
أنا أقول هذا مؤشر، مؤشر غياب القدرة على معرفة الشيء الصحيح، وكأنما ما عاد في بوصلة، صارت الأمر كلها ملتبس، وهذا مو صحيح. طيب ما هو الشيء، العلاج لهذا الشيء؟ العلاج لهذا الشيء هو التفكير البسيط، تفكير البدوي البسيط. دائما ترى التفكير البسيط والنقد البسيط هو الطريق الأسلم والأقصر للوصول إلى الحقيقة والمعرفة ولدراسة حتى العلوم. يعني احنا نظن هذه العلوم الآن المعقدة اللي موجودة والعلوم الفلكية المعقدة هي لما تبدأ تدرسها أنت على طول تروح من الجهة المعقدة، لا، هذه العلوم دائما تبدأها أنت من الجانب البسيط. فنقط شيء أساسي هو يعني خلق هذا الجانب، فائدتها مرتبطة بالبداية البسيطة الحقيقية الجادة لاكتساب العلوم، أيضا وفائدتها مرتبطة بالقناعة بأهمية العلوم للشعور وكونها شيء أساسي وليس تكنيكي. طبعا مناهج البحث العلمي في عندنا نمطي بابلي، فقط نذكره بشكل سريع، تقوم على فهم الكل أو العموم من خلال الجزء أو التفاصيل. ويعني الآن مثلا حتى نصل إلى نظرية مثلا حول النجوم، يحتاج نفصل النجوم، شوف هذا النجم شنو وهذا النجم شنو وهذه النجوم المجموعات النجمية، ونحاول نخلق بينها نوع من العلاقة وما شابه، إلى أن نصل إلى نظرية متكاملة. هذه يسموها الطريقة البابلية. الطريقة الثانية طريقة يسموها الإغريقية أو التحليلية، وهذه من البداية تحاول تضع ماذا؟ تحاول تضع نموذج، تحاول تضع يعني إطار عام في البداية، ومن خلاله تحاول تفهم الأجزاء. طبعا كل له فائدته إيجابياته وسلبياته. يعني مثلا لو جينا للطريقة البابلية، الطريقة البابلية تعتبر طريقة يعني كأنما هي أشبه بال يعني اللي ما يضبطها، ما هي مضبوطة بضابط. يعني أنت تدرس وتدرس 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 ولا تعرف كم بتدرس حتى تصل إلى النتيجة في الأخير. ولكن واقعا هذه الطريقة، وطبعا بالمناسبة الطريقة البابلية هي الطريقة السائدة الآن في العلوم وليس الطريقة الإغريقية. ليش؟ لأن شافوا، وأنت تشوف الآن دائما لما يدرسوا يبغوا يدرسوا أي ظاهرة يدرس هذه الظاهرة وقد يضع لها نموذج، ولكن ما يكتفي، إذا شاف ظاهرة مشابهة يروح يدرسها أيضا ويحاول يقارن بينه وبين الظاهرة هذه، شاف ظاهرة ثالثة وهكذا وهكذا، إلى أن تتولد عند قناعة فعلا أن هذه الظواهر مرتبطة مع بعض ومتشابهة ومحكومة مثلا بهذا الإطار بهذا النموذج. واضح؟ هذه يسموها الطريقة البابلية وهي الطريقة السائدة. الطريقة الإغريقية يعني احنا دائما يعني البعض يشوف في العادة يعني الطريقة الفلسفية، واقع الطريقة الفلسفية هي محاولة فهم الجزء من خلال الكل. يعني احنا في البداية نضع تصور، نضع عقار، ونحاول نفهم هذه الأمور الجزئية من خلال هذا الإطار. وواقعا لماذا الآن يعني المحافل العلمية أو لنقل المدارس العلمية وال يعني مجمعات البحث العلمي، لماذا يعني خلنا نقول ابتعد، أو لنقل يعني نوعا ما لا تقبل الآن الطريقة، يعني لا تتبع الطريقة الإغريقية، لأنهم واقعا وجدوا إشكالات كبيرة. يعني هذول الطريقة الإغريقية أو طريقة الفلاسفة، فلاسفة يبغوا يفهموا العالم بالعقل فقط من دون العلم، هاي الإشكالية الكبيرة واقعا. يبغوا يفهموا العالم الكون بالعقل من دون العلم، وهذا يوقعهم في مطب، لا بل أوقعهم في مطبات كبيرة. زين، فيعني أنت ما تقدر تفهم العالم كله بتفاصيله فقط بعقلك، وتعيد مو بس هذا، يعني أصحاب هذه المدرسة، مدرسة الفلسفة ومدرسة المدرسة الإغريقية، وموجودين الآن حتى في الغرب. يعني أنا الفلسفة في الغرب موجودة في الجامعات، ولكنها ينظر لها واقعا، يعني من تجربة ومن تعايش، يعني ومن شيء يعني عايشناه، يعني ينظر لها بنوع من الدونية، أن هذول جالسين في بروجهم العاجية وهم ينظروا وليعرفوا العالم ما يشفي والكون ما يشفي. فهم يبغوا يفهموا كما يقال الكون بالعقل من دون العلم،
وهذا واقعا لما ذكرني وقعهم فيه في إشكال، وهي أنه أنت بحاجة إلى النظر، مو فقط إلى التفكر، إلى التفكر والنظر، أو كما ورد من استغنى بعقله زاله، إنسان ما يقدر فقط عقله أن يصل إلى كل الوقت. لا، أنت بحاجة إلى العقل والعلم، أو كما يقال العقل رائد الروح والعلم رائد العقل، يعني ما تقدر تستغنى زين. على كل حاجة لا بس معلش عندي ملاحظة بخصوص اللي قلت عن الموضوع هذا، قضية العلم أو مقارنة بين النمطين، هذا النمط البابلي والإغريقي، العلم كلمة مبهمة. كما تقول أنت حين تكلم فلاسفة أكيد بيظن أنه يستخدم العلم، لكن أي علم اللي تقصده؟ هل علم بالتجربة أم بعلم بالملاحظة؟ إذا كان هذا معك يكون، أما في قضية كلام علم هذه صراحة تكون يعني مبهمة. لا أنا لا أقصد الفلاسفة أساساً أكيد بيدعي مدعاة للعين، لكن ما عليه أبو عمار ما عليه، أنت يمكن لأنك تسمع هذا الشيء وتطيع ما رايح وراه يمكن بتفاصيله. لا، الفلاسفة هم عندهم قناعة أن بإمكانهم وصف الكون من خلال المقدمات واللي هم اللي يسموها بديهيات، هم بعض الأمور هم يعتبروها بديهيات، من خلال البديهيات العقلية بالإمكان فهم الكون. ويعني سابقا لو رجعنا يمكن إلى فترات سابقة، وما زال البعض يمكن للآن ما يعني فعلا ابتعد أو زي ما يقول خطع هالأفكار. الأفكار بعض الأفكار يعني مثلا اللي قبل 100 سنة أو أكثر أو أقل كانوا طرحوا يقولون أن الكون مكون من قسمين، القسم السفلي هذا تعتريه تسموه قسم الأعراض والبلة اللي ممكن يتبدل ممكن يموت ممكن هذا، والقسم العلوي هذا القسم المجرد اللي لا يموت اللي لا تعتريه الأعراض. كانوا يعتقدوا أن النجوم ما تموت ولا تعترض ولا تتغير، ولذلك طلعوا بنظرية الخلق والالتئام إذا سامع عنها. هذا نفس الكلام اللي تقوله دكتور، كان هي أساسا مبنية على أساس الملاحظة، هي ترى المبدأ من أساس العلم، أساس العلم هو الملاحظة، الملاحظة ترى مهمة جدا، ولهذا السبب إحنا ليش نسمي يكون بحث علمي؟ لابد معتمد على أساس 3 أسس يمكن تعرفها، أول أساس هي لابد يكون الشيء لما تبحث عنه يكون طبيعي، ثاني شيء قابل للتكرار، وقابل للتكرار المقصود به إنه وجود فيه ملاحظة وفي تجارب، ثالث شيء إنه يكون هذا الشيء يخضع لقوانين الفيزيائية. فأنت الحين فلاسفة ببحثهم من ناحية أن يستخدمون العقل، ما يمشون على الأسس لهذا العصر اليوم اليوم اللي معتمد عليه على 3 حاجات. هذا أعتقد أن وجود مبدأ التجربة والملاحظة زي ما أنت تلاحظ للسماء، هذه ملاحظة، ده مبدأ كبير عميق جدا، يعني ليس من السهل جدا أصلا، كل العلوم مبنية أنهم لاحظوا. كلامك صحيح، الملاحظة سواء في الميكروسكوب ولا في التلسكوب. الفلاسفة والإغريق ما كانوا يهتموا بموضوع الملاحظة، هذه نقطة أساسية. هذا بالضبط، هذا اللي أنا ما كانوا مهتمين بها، يهتمون بالعقل، بالعقل فقط، كان يجيب العقل زين. فقلت لك يعني هذا الإشكال الكبير، ولذلك أوقعهم مثل يعني هذا المطب الكبير اللي يقول لك أن هذه كلها ما تتبدل، بينما الآن ولذلك طلعوا زي ما قلت نظرية الخلق والالتئام، إن ما بالإمكان الإنسان أن يخرق هذا الغلاف، لأن إذا خرقه معناته صار الغلاف الجوي وصار السماء عرضة للأعراض بينما هي جوهر، وهذا ما ممكن. الكلام هذا زين. فالمسألة لا، المسألة الإنسان الآن عمليا مو بس يعني لاحظ أن النجوم تموت وتتبدل، هذا شيء لاحظ الآن الإنسان عمليا هو خرق من خرج من الغلاف الجوي زي. يعني أثبت هذا الكلام بالخطأ، أثبت خطأ عمليا. على كل حال خلينا نواصل زين. وعندنا الطريقة المتوازنة وهي تجمع بين الطريقتين، بمعنى أن فعلا الإنسان لا يغرق في العموميات مثل الإغريق زي ما نقول الفلاسفة مثل الإغريق، وفي نفس الوقت لا يصير يعني كأنما هو فقط يعني أيضا في نفس الوقت غارق في التفاصيل، يعني لا إلى التفاصيل في التفاصيل، وكأنما لا يمكن أن من خلال هذه يعني خلينا نقول عينات معينة
ان احنا نصل مثلا الى نتيجه، او ما ممكن مثلا ان من البدايه نضع تصور ثم نحاول، يعني بالامكان واقعا الوصول الى حاله وسط، يعني يكون فيه من البدايه تصور نوعا ما، وضع اطار عام، ثم من خلال هذا الاطار بالامكان دراسه التفاصيل. المهم ان الطريقتين واقعا يعني لا تنفكان، او بمعنى اخرى نحتاج لهما. طيب الان ناتي الى الابحاث النظريه، نبدا بالابحاث النظريه. الابحاث النظريه تقوم على وضع نماذج او استنتاج بعض المعادلات اللي يمكن من خلالها تفسير بعض الظواهر القائمه او المتوقعه. هذه نظريه. طبعا عندنا النوع الثاني ابحاث رصديه، وهي تقوم على رصد الظواهر الفلكيه ووصفها بحسب الرصد. يعني الطريقه الاولى عندنا ظواهر، هذه الظواهر احنا نعرفها لها خصائص، ولكن يعني ما في كانما نظريه او اطار او نموذج يحكم هذه الظواهر، بمعنى انه يصفها وصف تام. بعض الابحاث النظريه هي تحاول وصف هذه الظواهر النظريه، وضع نماذج لها. طبعا امثلتها كثيره جدا الان ممكن نتعرض لها، يعني مثلا سواء كان نجوم، سواء كان اجسام غريبه اللي هي هذه الثقوب السوداء وغيرها، سواء كان حتى بعض الظواهر، حتى بعض الظواهر الارضيه، بعض ظواهر الغلاف الجوي. لحد الان في بعض الظواهر لحد الان يعني تظل اسئله مفتوحه. يمكن قبل اسبوع او اقل سمعت عن ان في اعتقد وكاله الفضاء الاوروبيه ترسل مسبار لرصد بعض الاضواء يسموها اضواء الجن، اضواء مثل شنو، مثل البرق يحدث في الغلاف الجوي العلوي بشكل ما هم عارفين فسوته. فيعني لا نظن ان الامور خلاص الابحاث الفلكيه كلها تم بحثها تم دراستها، لا، في ابحاث وبعض الابحاث حتى قريبه، بعض الابحاث مو بعيده زين، وابحاث تظل يعني بالامكان انجازها بعضها، يعني حتى رصديا مو بعيده. فبالامكان الواحد يبحث عن هذه الامور. وطبعا نكون يعني شايفين بعض اغلبكم يعني مر بمرحله انه يكتب باحث. البحث شنو؟ البحث انت تروح في البدايه وراء الموضوع، تجمع بعض المعلومات عنه، هذا يسموه في البدايه الليترشر ريسيرش، يعني انك تروح تشوف بعض المعلومات عنه، ثم تشوف الجوانب اللي ما تزال يعني ما تزال مفتوحه حولك، يعني ما تزال لم يجاوب حولك، تروح تبحث عنها وتضعها، ثم من خلال هذه الاشياء اللي انت اللي ما مجاوب حولها او اللي ما تزال مفتوحه تقدر تبحث. اذا اردت تبحث ممكن تجي سواء عن طريق الجمعيه، عن طريق المهتمين، والان طبعا الثورة المعلوماتية والتواصل، ثورة التواصل المفروض احنا نستفيد منها كثير بهالجانب، يعني تستغرب ثورة التواصل والمعلوماتية في جهة للأعلى، ومستوى الطلاب ومستوى المعرفة يتجه في اتجاه معاكس، وشي غريب، طبعا شي غريب. ما هو السبب؟ أنا تشخيصي السبب هو أولا إساءة استخدام، شيء ثاني هو غياب القدرة على التفكير، غياب القدرة على الناقل، غياب القدرة على معرفة الشيء الصحيح من غير الصحيح، صاير نوع من التشويش زي. الشيء الآخر هو هذا الاعتقاد أن الأمور هذه كلها معقدة، لا مو معقدة. الأمور الواحد متى ما أراد أن يبدأ يصل. مشكلتنا أن احنا ما بادين من الأساس. احنا ما بادين من الأساس. طيب تفضل. هذه قضية البحث النظرية التحليلية وذكرتها في النقطة هذه، قضية انك تأسس نموذج او انت ما عندك الخلفية المناسبة عشان تضع نموذج مناسب، لابد يكون هناك عندك يصير في معطيات، والمعطيات مفقودة يعني حتى الآن مبين ان شنو النموذج. انا بإمكاني اقدم بحث نظري وأسس هذه نموذج معين، على سبيل المثال كأن أدرس نجوم أو نجم من النجوم مثلا في السماء، وأضع هذا النموذج بناء حسب المعطيات اللي عندي، والمعطيات ما ثبتت عندي هذا مؤكدة حقيقية صحيحة مو صحيحة، وممكن أبني عليها معادلات أيضا ممكن تصير خاطئة. فهذه مشكلة يعني كيف نسميها؟ لا ما عليه أخي ياسر، احنا بعد وهذه واقعا من ضمن يمكن إشكاليات، احنا إذا نبغى نسوي بحث
نبغى نسوي بحث خلاص اللي يعطينا النظرية المطلقة الحقيقة المطلقة، وهذا أنت تدري ما موجود في العلوم. العلوم هي محاولة، يعني ما وصل العلماء إلى ما وصلوا إليه إلا بمرورهم بمراحل، وبعض المراحل كانت يعني فرضيات قد تكون خاطئة. يعني أنت شايف كأن نفرض الحقيقة هي ذيك الجهة حتى أو ذيك النقطة، حتى تصل إلى ذيك النقطة يمكن يواجهك في طريقة ألف مسار. قد تسلك هذا المسار يسودك مسار خطأ، تسلك لفترة بسيطة. إذا كان عندك القدرة وكنت مسلم ومتواضع للحق، هو هذه الطريقة. يعني شنو يعني مسلم وأعرف الله أقدر أميز هذا، يمكن أمشي فيه مسار خلنا نقول 100 متر ولكن تبين لنا الطريق هذا بيوديني هناك، فلازم أرجع. وهكذا العلماء على مدى هذه السنوات هم بالطريقة هذه، قد يسلكوا مسار خطأ ويشوفوا يصطدموا بشيء يثبت أن هذا خطأ، يشوفوا أن نظريا رصديا أثبت أن هذا النموذج خاطئ فيتركوا يشوفوا غيره. وهكذا يعني هذه الطريق، لأن فأنت حتى توصل لديك النقطة يمكن تسلك ألف مسار وتروح وترجع وتروح وترجع إلى ما في الأخير يوصل تأخذ المسار اللي وصلت له. وهكذا يعني فنحن لازم نحط في بالنا هذه المسألة، أن كل شيء يضاف حتى لو بعض الأحيان مو صحيح هو إضافة في الطريق إلى تلك الحقيقة. واضح؟ ولذلك أنت يعني تشوف الأبحاث، يعني هذه الأبحاث التي تنشر الآن بالآلاف. نبدأ نقول أنه يبدأ بداية التخيل وبعدين تبدأ يحتاج إلى إثبات، زي ما بدأ فيه ألبرت أينشتاين أو ذيل العلماء الكبار في بداية، ما كانت يعني عندهم تخيل عميق جدا، حتى كانت في بداية أمورهم أنه اعترض عليه خصوصا في أفكارهم هذه. الأفكار هذه لما يتم يطرحها طبعا ما يجي لما واحد يكون عنده قدرة، زي ما قلت أن يكون هناك منم كثير من النواحي وأنه يطرح مجموعة من النماذج. يعني على سبيل المثال ألبرت أينشتاين لما قال أنه في انحراف قضية الضوء، هذه ما كان أحد يتوقع أصلا ولا في شيء إثبات ذيك الزمان، يعني يحتاج وقت وكذا. الآن أثبتت وكونت هذا النموذج. صحيح. معنى أبو عمار، أنت لا نروح مباشرة نبغى نصير أينشتاين. طبعاً أينشتاين وليد زمان، أينشتاين لو جاء في غير زمان يمكن ما يعرف، ما كان ينتج هذا الشيء. يعني أينشتاين استفاد، كانت مرحلته مرحلة انتقالية واضحة. النظرية التقليدية كانت في أزمة حقيقية، لابد من شيء جديد. واضح. فهو جاء في وقته وفعلا كان رجل مناسب في وقته وأضاء، يعني رجل عملاق بشري، يعني لا يمكن واقعا تقليل منه لا، ولكن قلت لك هو في وقته. قد ما نكون احنا في وقت مثل وقت، يعني ما وصلت الآن النظرية القائمة سواء كان نظرية النسبية أو الكم أو ما ترتب على ذلك، يعني زي نظرية الكوانتم فيلد وما شابه، ما وصلت إلى خلنا نقول الأزمة هذه كلها وصلت لها النظرية التقليدية، ولكن احنا نظل في مرحلة بالإمكان الواحد شنو يضيف. هو هذه الفكرة، الفكرة ان انت تقدر تروح وراء موضوع، تقدر تدرسه، تاخذ لك حتى لو اخذ لك اشهر وانت تدرسه. انت الان العمر يمضي عليك من دون شيء، ليش تدرس؟ ما مشكلة خذ لك شيء تروح وراء اشهر، ركز فيه اشهر زين، ثم جمع حوله. اذا وصلت اذا جيت فعلا شفت ان انت مثلا حتى تضيف بحاجة الى شنو، بحاجة إلى خلنا نقول قدرة إضافية، بحاجة إلى مهارة إضافية، هنا فعلا بحاجة إنك تروح تدرسها. واضح. ولكن الإنسان إذا ما راح وراء شيء ما يقدر، ما يعرف وش يعني قدرته، وش كيف يتعامل مع هذا البحث. الشيء الأساسي هو أن يذهب وراءه. أنا كل حال خليني أواصل الآن في الأبحاث. ما هي ميزة الأبحاث الفلكية النظرية؟ إنها لا تحتاج إلى رصد أو تواجد في مكان معين، يعني ما نحتاج إلى مناظير. بعض الأحيان كثير من الأبحاث النظرية أنت بحاجة إلى بحث نظرية. الشيء الثاني، الثورة المعرفية ساعدت على توفير المصادر والبرامج الضرورية. يعني مصادر الآن المعلوماتية مثل ما قلت الأرشيف العالمي RXIV للعلوم الآن منشور فيه أكثر من 65% من الأبحاث الفلكية في مختلف المجالات، الرصدية، النظرية، كل مختلف المجالات. طبعاً باللغة الإنجليزية بلا شك زين، ولكن يعني حتى يعني الآن ما أعتقد تعلم اللغة الإنجليزية أضحى عقب زين. ف
فبالامكان الواحد ما اقول لك روح لهذا الارشيف، لا، في البدايه يعني لما الواحد يدرس، احنا لما كنا ندرس في الدكتوراه ما لما جينا نبغى ندرس شيء معين ما نروح مباشره للارشيف العالمي، الارشيف العالمي هذا الابحاث مقدمه الابحاث. في البدايه انت بحاجه الى اساسيات، بحاجه الى ويكيبيديا في البدايه، واضح؟ يعني اطرح الموضوع روح الى في الاساسيات، في الويكيبيديا، في المصادر اللي موجوده، تكلم انتروداكشن وما شابه، زين، استوعب الامر، ثم انطلق الى المرحله اللي بعدها، شوف اذا تحتاج الى شيء، يعني بحثت الامر، شفت هالجانب، تبغى تركز على هذا الجانب، روح ورا هذا الجانب. اما ما بتقدر مثلا تاخذ الثقوب السوداء وتدرسها من كل الجوانب في كل المستويات، لا، ما ممكن، واضح زين؟ فهذا شيء اساسي وانا اكد عليه واقعا في يعني في كل تقريبا وقت هذه المحاضره، ان العنصر الاساسي للبحث هو التوجه والاهتمام. كيف نخلق التوجه والاهتمام؟ يعني احنا كجمعيه او كناس مهتمين في الامر هذا نحاول قدر الامكان ان يعني نقول للناس، يعني من خلال سواء كان محاضراتنا، من خلال الموقع، من خلال النشرات، ترى ان الامر بالامكان، الامر متاح، زين، طيب، والباقي على الناس، يعني لابد من ان احد يتوجه حتى يصل. طبعا وسائل التواصل ساعدت على الاستفسار من خبراء، يعني نفرض ان احد الاخوه، احد احدى الاخوات راحت وراء موضوع معين، بحثت، وصلت الى مستوى معين، احنا في نفس الوقت يعني حاولنا معها. طبعا بالمناسبه الجمعيه عندنا لجنه علميه، هذه يعني اللجنه العلميه فيها بعض المهتمين، واللجنه العلميه فيها المفروض اقسام، يعني من ضمنها اقسام نجوم، شمس، وغيرها الاقسام اللي ذكرناها. فاذا احد الاخوه، احدى الاخوات يعني مهتمين بهذه، ممكن يصيروا في هذه اللجنه، وعندنا جروب، عندنا جروب بالواتساب لهالموضوع هذا. يعني لو مثلا راح وواصل وشاف انه يعني بحاجه من، واحنا ايضا ساعدنا وشفنا انه وصلنا الى مرحله انه لا، بحاجه الى ان نتواصل مع ناس مهتمين غيرنا. وسائل التواصل الان سهله جدا، وخصوصا اذا جاء شيء عن طريق يعني خلنا نقول يعني جمعيه، باعتبار ان هذه جمعيه حاجه، كيان علمي، الكيان العلمي تعاطي الخبراء معه يكون اسهل وايسر من تعاطيهم مع الاشخاص. طبعا المظله الجمعيه مثل ما ذكرنا ممكن توفر مظله يمكن خلال التواصل بشكل اسهل مع المهتمين في الجمعيه وخارجها. طيب ناتي الان نتحدث عن الابحاث الكونيه، نماذج او امثله من هذه الابحاث، سواء كان النظريه او الرصديه. وما غاب طول كثير باعتبارنا بدانا متاخرين، يعني خلني اعطي نفسي مو اكثر من 10 دقائق من الان. اولا دراسه النماذج الكون للفترات الكونيه المختلفه. وطبعا اكد ان ما لم يكن هنالك رغبه لهذا الاتجاه، يعني الواحد بعض الاحيان صعب انه يقول والله انا ابغى اصير عندي رغبه فقط في هالجانب من دون شيء، حاجة أنت إلى الأرضية حتى تتحقق عندك الرغبة. عموما فالكون بالإمكان دراسة نماذجه في الفترات الكونية المختلفة، سواء كان في البداية، سواء كان في مرحلة كما يقال بعد مرحلة البداية لمرحلة تشكل النجوم والمجرات وما شابه، إلى العصر الحالي والمرحلة الحالية. ممكن تحليل البيانات الكونية المتاحة، يعني الجوانب، الأبحاث النظرية هي ليست فقط أبحاث يعني كما يقال تنظير فرضية أو نماذج، لا، بعضها قد يكون عندي بيانات، عندي بيانات موجودة، هذه البيانات بحاجة إلى تحليل، والبرامج موجودة الآن كلها open source، فقط يبغى واحد يكون عنده اهتمام في هذا الأمر، في عند بيانات موجودة، برامج تحليلها موجودة، ولكن لازم يكون عنده أساس نظري حتى يبدأ يتعامل مع هذه البيانات. واضح، فالآن البيانات موجودة وكثيرة ومتاحة. طيب، تحرير أو تلخيص الأبحاث الكونية القائمة، يعني بعض الأحيان وهذا شيء بالعكس شيء إضافي، شيء جيد، يعني تعرفون الآن أن العلوم ده يضاف لها يومية مئات الأبحاث إذا ما كان بالآلاف. لو جينا إلى الفلك فقط مئات الأبحاث يوميا، الفلك والجوانب الفلكية مئات الأبحاث تضاف يوميا.
طبعا بعضها جزئي، اغلبها جزئي بلا شك، يعني ما في عندنا ابحاث يسموها الهاي امباكت، هذه تجي واحد في السنه اثنين في السنه، دي الابحاث المفصليه اللي تضيف اشياء كبيره. ولكن مختلف الابحاث لها ابحاث اضافه تفصيلي ولكن فيه اضافه، هذه بالمئات، هذه بالمئات، من يقدر يعني من يحاول يعني مثلا يلخص ينقلها مثلا الى المتكلم العربي او لا؟ بعض الاحيان التلخيص ترى بعض الاحيان ضروري لبلوره الفكره عند الانسان، يعني واحد صار عنده اهتمام في الجوانب هذه فقال انا لسه ما وصلت يعني الى اني فعلا اروح وراء هذا البحث، بس خلني اخذ هذا البحث، خلني افهمه، خلني الخصه، خلني اترجمه مثلا. هل بحد ذاتها خطوه ايجابيه جيده لبدايه العلوم؟ زين، ولذلك يعني انت حتى لو رحت صرت يعني في يوم من الايام يعني عندك بحث، شوف بعض الاحيان انك لما تجي تكتب مقدمه بحاجه انك تقرا مثل الريفيو، زي ما اقول مثل يعني تلخيص حول هذه، تقرا هذا التلخيص وتكتبه، انت تكتبه انت في المقدمه، ولذلك الابحاث دائما يقول اكتب فيها مقدمه، تكتب فيها مقدمه، مقدمه ليش؟ مقدمه على اساس فعلا انت تعزز فهمك لاساسيات هذا الموضوع، فانت تروح تقرا تبحث، ولذلك تحرير او تلخيص الابحاث الكونيه القائمه هو شيء ايضا يعتبر جزء من الابحاث. طيب النماذج الفلكيه الاجرام المتفرده او الاقزام نجوم نيوترونيه، هذه ايضا بالامكان واحد يروح وراها يدرس نماذج الاجرام الاجسام المتفرده والمتميزه والاسئله المفتوحه حولها. بلا شك انا اذا كنت مثلا ما دارس ما متخصص ما هذا، لا اتوقع ان يكون انتاجي مثل واحد متخصص، ولكن هل بالامكان ان اضيف؟ نعم بالامكان ان اضيف. بالمناسبه يعني هذه المحاضره كنا نحضر في مؤتمرات في امريكا، مؤتمرات مثلا نظمها الجمعيه الفلكيه او الجمعيه الفيزيائيه، بعض المحاضرين تحصل واحد مو متخصص اصلا فلك، متخصص اصلا فيزياء، ويتاح له ان يحاضر، اين عن متاح له ان يحاضر؟ تجي تتكلم تشوف واحد فعلا هو يعني السيرة الذاتية ده يكون مثلا ماخذ بكالوريوس ولكن في شيء آخر، مو في الفلك مو في ذلك، ولكن رايح وراء الموضوع، راح وراء الموضوع، راح 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 إلى أن يعني صار من بإمكانه أن يسوي بحث، وبحث ذو قيمة وبحث فيه إضافة فعلا. الكلام أن البحث مو متوقف تماما 100% على المختص، بلا شك أن بحث هذا غير المختص لن يصل الى ان يكون مثل المختص، هذا ما في اشكال في منطقي هذا الاثنين، ولكن بامكانه ان يسوي بحث وقيمه في هذه المساله الاساسيه. يعني اساسا ان الناس تبدا تفكر، تبدا بدل ما تضيع وقتها فقط يعني في امور، يعني ما اكثر الوقت اللي يضيع في امور جانبيه، امور تكميليه، امور ثانويه، روح وراء هذه المعرفه بحد ذاتها هي هدف. مجرد ترى يا اخوان مجرد هذا العقل تنشيطه واستعماله هذا شيء ايجابي، ثق تماما انك انت لما تكبر توصل الان 40 50، قارن اذا انت رايح وراء ابحاث تقرا مهتم، قارن بينك وبين هذول الناس اللي قاعدين اللي بس شغلتهم الا شغل روتيني فقط، هذا ابو الشغل الروتيني بسرعه يخرف بسرعه ينتهي اصلا زين، بينما انت اللي هذا ذهنك اللي عقلك دائما تحركه، فيه نيران للعقل، العقل مثل اليد، يد تتركها مثل تتحركها، العقل نفس الشيء تتركت بعد جاية. فالمسألة صحيا أنسب للإنسان، عقليا أنسب للإنسان، زين اجتماعيا أنسب إلى الإنسان، بالإضافة إلى دينيا، إحنا يعني ديننا يدعونا إلى التعلم، يقول طلب العلم فريضة على كل حال، الرواية فريضة على كل حال، مو بس فريضة على كل فريضة على كل حال، يعني شنو؟ يعني من الماهد إلى اللاحق، في الحضر في السفر في كل وقت في كل حال، في الحرب في السلم في الخوف في الشدة. واقعا سيرة علمانا تشوفهم يكتب في كتابه هذا، انتهيت من هذا الكتاب في الوقت كذا تحت حصار كذا وبين في الحرب كذا وما شابه زين. كلام أن العلم ما إلى حدود، والعلم فائدته في كل الجوانب، يعني له فائدة على كل حال. فقلنا دراسة نماذج الأجسام المتفردة والمتميزة للثقوب السوداء، النجوم النيوترونية، الأقزام البيضاء وغيرها، اللي يعتقد أن شمسنا
بتتحول إلى واحدة من هذه الأجرام. وضع نماذج رياضية مناسبة لخصائص الأجسام، وطبعا هذه بحاجة فعلا إلى قدرة رياضية، قدرة تحليلية، قدرة على بعض الأحيان برمجية أو استخدام البرامج. ولكن إذا الواحد راح وراها بالإمكان يصل، يعني مثلا واحد متخصص في الحاسب، في الحاسب وصارت عنده مثلا رغبة في الجوانب الفلكية، هذا فعلا إنتاجيته إنتاجية كبيرة. إحنا نسمع ونعرف أسماء ما متخصصين في الفلك، كانوا متخصصين في الحاسب، ولكنهم راحوا وراءوا موضوع الفلك من خلال الحاسب، فلا بأس وصلوا إلى مراحل ولكن ما متخصصين في الفلك. تحرير أو تلخيص الأبحاث الحديثة أيضا ذا وصل في هذا الموضوع. فلك موجات الجاذبية أيضا واضح، يعني موجات الجاذبية بالمناسبة فلك الجاذبية أو موجات الجاذبية هو من الأمور الحديثة يعتبر زي إلا مجال واسع لحد الآن طبعا، يعني ما رصدت إلا أهداف أو أجسام محدودة، ولكن ما يزال المجال موسوس واسع بالفلك، الفلك الموجات الجاذبية، يعني فلك مجال خصب جدا. طيب من ضمن وضع نماذج البحث في بعض فوائد هذا المجال مما لم يبحث من قبل. تخيل أنت يعني الآن الإنسان من قبل خلينا نقول من وجد لحتى الآن وهو فقط يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية، كل هذه الآن اللي نشوفها موجات كهرومغناطيسية. طيب الآن عند مجال انفتحت له نافذة أخرى وهي الموجات الجاذبية. هذا المجال صحيح الآن الأبحاث مركزة على ماذا؟ على رصد أجرام تطلق موجات جاذبية، ولكن في أبحاث أخرى مسايرة موازية لهذه الأبحاث وهي تبحث رايحة وراء يعني بعض هذه الأجرام إذا أطلقت موجات جاذبية، إذا رصدنا منها الموجة الجاذبية وش بنستفيد؟ وش يترتب على هذا؟ واضح؟ في ناس مشغولين بالرصد وناس مشغولين بماذا؟ بالتنظير بالفار، يعني إذا صار كذا بيصير بالشكل هذا، فهذا ما يزال مجال. طيب فلك النجوم والأبحاث النظرية وأفق ماذا؟ عموما خلني أرجع، معلي خلني أرجع إلى نفس إلى هذا، وين وصلنا هنا؟ فلك موجات جاذبية، فلك النجوم والأبحاث النظرية الشمسية، والنجوم وما يرتبط بها أيضا شيء واسع، بمعنى أن بالإمكان للشخص يعني أن يروح وراء النجوم، والنجوم بالمناسبة أنواع كثيرة، فإذا راح وراء النجوم فعلا بيشوف أن هذه النجوم لها خصائص كثيرة نظرية بنتكلم زين، وبالتالي بالإمكان أن يتعرف على خصائصها الرياضية من خلال المعادلات، بإمكانه أن يروح يعني يشوف نوع من النجوم فعلا كثير اهتمامه، يروح وراه يشوف، يعني في بعض النجوم مثلا براون دوارف حتى الآن مع أنه شيء يعني متوفر بنسبة كبيرة إلا أن للآن ما زالت بعض الأسئلة المتاحة حوله. فعموما فلك النجوم والأبحاث الشمسية كثيرة، أنا أبغى أستخدم هذا حتى أخلص، ما علي عندي فقط دقيقتين. أيضا تحقيق وترجمة بعض المخطوطات الفلكية التراثية، وهذه من ضمن الأبحاث الفلكية. إحنا عندنا في الجمعية بالمناسبة عندنا واحد من اهتماماتنا، عندنا الآن مخطوطتين تقريبا، مخطوطة هي لمثلا هي شرح تشريح الأفلاك تعليق عليها، مخطوطة من عام 1310، فإحنا بصدد الآن شرائها ويمكن تحقيقها. تشريح الأفلاك معروف كتاب أحد الشيخ البهائي، واقعا كتاب من أمهات الكتب الفلكية اللي شرح أكثر من 30 مرة، فالكتاب جيد إنه بالإمكان يعني إنه إذا ناس مهتمة بالتراث مهتمة بهذه الأمور جيد، يعني بالإمكان إنها تشتغل في هالجانب. عندنا أيضا مخطوطة أخرى حول الفجر الصبح الكاذب الشيخ الطوسي، هو خواجة نصير الدين الطوسي بس بحاجة إلى ترجمة. على كل حال فهذا الموضوع أيضا هو موضوع متاح، الأبحاث الفلكية الرصدية، عندنا رصد الآفاق والأهلة بالعين والأدوات البصرية، وهذه الآن بالنسبة إلى رصد الأهلة لو بدأت بها الآن نتائج الرصد متاحة، بالإمكان الشخص يجي يأخذ هذه النتائج ويحللها ويضع من خلالها نموذج أو معيار، ويعني أو يحسن من معيار، يعني جمعية الفلك عندنا معيار، ومن ضمن خططنا هذه السنة أن مراجعة معيار
الأهل من خلال نتائج الرصد المتوفرة على مستوى العالم. فأنت بإمكانك أن تضع لك مثل الجدول اكسد من الارتفاع في هذا وتجي تحلل هذه النتائج. بالإمكان إذا واحد يروح وراء هذا الموضوع موجودة الآن من خلال البرامج الفلكية تقدر تعرف الخصائص، وإن كان كل الخصائص حتى موجودة عن طريق النت. طيب الآفاق، الآفاق مو فقط الفجر، الفجر وغير الفجر. يعني عندي كتاب إنجليزي يعني كنت أخذت حق موضوع الفجر، تبين أن في أبحاث كثيرة بالإمكان رصدها بالعين المجردة. يعني في أبحاث مرتبطة بالأفق بالعين المجردة بالإمكان إنجازها، مو فقط بالأدوات. فالمجال واسع في هذا الجانب. طيب رصد فوهات القمر وتغيرها، المناظير هذه الآن بإمكانك ترصد فوهات القمر. كيف تغيرها؟ تغيرها كيف فعلا؟ يكون في عندنا صور، هذه أبحاث قدمت في مؤتمرات حضرناها. يعني في عندنا صور القمر من أكثر من 60-70 سنة، لا بل أكثر عفوا، يمكن بعضها من 80 سنة، مصورة كل فوهات القمر. هذه فوهات أنت موجودة عندك الصور، أنت تصورها الآن نفس الشيء، فتشوف بعضها تغير، صارت فيه نقطة إضافية. هذه النقطة الإضافية عبارة عن ماذا؟ تأثير خارجي. عبارة عن مذنب عفوا، زين، عبارة عن نيزك سقط، نيزك أو حجر سقط، واضح زين؟ في أبحاث بالقلب بالشكل هذا تتابع فوهات القمر، واضح زين؟ أبحاث موجودة وأبحاث تقدم في مؤتمرات. جو على مدى 10 سنوات رصدوا فوهات القمر، فشافوا أن هذه فوهة أضيف لها كذا، وهذه فوهة أضيف لها كذا، وهذا معناته هنا النيزك كبير، وهذا نيزك صغير، هذا نيزك سوى لما سقط سوى حول شبه دائرة. هذه كلها أبحاث قائمة. طيب رصد التغيرات والتحولات الشمسية، وهذه واقعة من النقاط اللي ذكرتها عن الشمس يومية، إذا القمر مو يومية الشمس يومية. وعندنا منظار شمسي، وعندنا فلاتر، ولو شخص راح وراء الموضوع هذا وشاف انه بحاجة إلى فلتر، لأن في فلاتر كثيرة حتى يدرس مثلا ظاهرة معينة، بإمكاننا نشتري نوفر هذا الشيء. بس ما نقدر الآن نوفر هذه الأمور كلها، ما موجود المهتم. احنا نريد ان يعني يتكون عندنا ناس مهتمين بهالامر هذا زين. فالشمس موجوده بالامكان. وبالمناسبه قبل كنا في مجموعه فلكيه، مجموعه الواتساب، احد الاخوه وضع يمكن حدود 10 ابحاث فلكيه شمسيه كلها تم رصدها بشكل باستخدام منظار حين العرب. يعني ابحاث مع الدكتور حسن باصره، زين وغيره زين، أبحاث كلها بالإمكان إنجازها من خلال أدوات مو معقدة، من خلال مناظير شمسية بسيطة موجودة عندنا، متوفر مناظير شمسية، مسألة بالإمكان. طيب رصد وتحليل غلاف الجوي للكواكب الداخلية والمريخ والمشتري، وهذا طبعا مرتبط بوجود منظار تحليل سبكتروسكوب. طيب. وهذا بالإمكان توفيره، هذا الإمكان توفيره إذا في أحد مهتم. والآن مو بس الإمكان توفيره، الآن موجودة برامج فلكية مفتوحة على الإنترنت، تقدر تحمل صور. إذا ما أنت تبغى تصور تقدر تحمل صور، هذه الصور تقدر تحل يعني من خلال البرامج هذه، هي تعطيك يعني موجود فيها التحليل الطيفي، لأن في عندنا صيغة من صيغ الصور يضاف لها التحليل الطيفي. هذه الصيغة يتعامل معها ببرامج تحمل صورة مثلا صورة مجرة، هذه المجرة من خلال هذا البرنامج طبعا صورة بصيغة معينة اللي موجود فيها التحليل الطيفي، فأنت من خلال هذا البرنامج تقدر تشوف تتعرف هذا الجزء موجود فيه العناصر التالية، هذا الجزء موجود فيه العناصر التالية، تقدر أيضا حتى تحرك تشوف كيف يعني حركتها شكلها وضعها. فالآن معلوماتي فعلا مفتوحة، ولكن بحاجة العنصر البشري أساسا. وإحنا بعض الأحيان يصير عندنا توهم أن نقدر الأبحاث هذه تنجز ما نحتاج فيه العنصر البشري، لا، العنصر البشري أساسي في كل الأبحاث، بحاجة إلى من يتقدم يحاول يعني في هذه الأبحاث. طيب رصد وتحليل السدم النجمية وبعض المجرات القريبة أيضا بنفس الطريقة،
إمكانية إنتاج أو ترجمة بعض الأفلام والمقاطع. يعني إحنا عندنا بدأنا عندنا الآن تقريبا فيلمين من خلال الجمعية إحنا نعرضهم في العادة للطلاب لما يجوا، ولكن هذا المجال واسع. يعني إذا فيه واحد عنده مثلا قدرة اللي هو هذا يسموه يعني إمكانية إن يتعامل يحرر، إحنا عندنا قدرة ولكن القدرة يمكن تكون محدودة في هالجانب هذا، زين تحرير الأفلام إمكانية ممكن نسوي حتى وثائقيات من خلال الجمعية، زين وهذا بحد ذاته يعتبر إضافة علمية. على كل حال زين أنا فقط طبعا خاتمة اللي أبغى أختم هي اللي بدأت بأن العنصر البشري عنصر أساسي في إنجاز الأبحاث العلمية وهو ضروري. يعني إذا أنت أردت تنجز بحث لابد أن يعني أن يوجد المهتم، وبالتالي هو اللي يعني يأخذ على عاتقه مسألة البحث. هذا شيء. الشيء الآخر طبعا كنت أعرف أن الليلة القادمة عندنا دورة فلكية مجانية أجوانب أخرى لربما يكون يعني الإنتاج أكثر. نعم بالنسبه لهذه ما عليك ان شاء الله. يعطيك العافيه. انا بلعب دور الناقد اليوم وانا صافي اول شيء. قول. طرحنا في كذا مره ان على حساب نجذب الناس للذات للجمعيه او للموضوع لعلم الفلك بشكل عام ان احنا نسوي على الاقل يعني فعاليات. وانا بضرب مثال طبعا على هذه السؤال. أول شيء عن نفسي أنا قبل 10 أو 15 سنة قبل اللي جذبني لعلم الفلك هي صورة بس شفتها في الإنترنت وخلتني أحاول أن أنا أقرأ وأبحث عن هالموضوع وانضميت للجمعية وخريج دورات وكذا. هذا قبل 15 سنة. الآن صار لي نفس الموضوع مع شخص معاي زميلي في العمل. فوقت البريك أنا أفتح الكمبيوتر وأحط أطالع بعض الصور الفلكية وانتبه لي وشافني قال لي وش ذي؟ قلت له هذه شغلات فوق. إذا لك خلق إنك تطالع بتشوف كذا. قال يعني اشرح لي عن الموضوع وش السالفة؟ وعطيته بعض النبذة عن الموضوع التصوير الفلكي والأمور هذه وكذا. مباشرة الرجال حب الشغلة وحتى قال لي أبغاك تشتري لي تلسكوب بعد. على حساب إن أنا أتخرج وأطالع. هذه الفكرة نفسها إن إحنا لو نسوي فعاليات إذا ما أدري إذا في أحد شاف مقطع قبل فترة. واحد امريكي نزل للشارع واجنبي راح على الكورنيش ولا راح ما ادري فين ووجه التلسكوب على القمر وخلى الناس تجي تشوف. ردت فعل الناس لما قامت تشوف القمر وتشوف بعض الفوهات كأن اول مره يشوف القمر، مع انه قدامه يشوفه يعني انت طالع فيه كم يوم في الشارع، لكن ردت فعل الناس كانت شيء يعني عجيب انه كأن شيء اول مره يشوفه. هذا نفس الفكرة اللي احنا نبغى نوصلها، ان احنا الفعاليات لما نكثرها سواء في اماكن عامة في جمع في كورنيش في شغلات كذا ننصب تلسكوب نخلي العالم تشوف، لربما هذه تكون سبب في جذب الناس للجمعية. صحيح. وراح يكون صدقني ان في عدد مرة خيالي يجيك كذا بسبب بس صورة احتمال اشوف. متنزع. يعطيكم العافية. اسمعك يا ابو حسين. طبعا أنت تتكلم عن التوعية شيء والبحث الفلكي. لا ما نتكلم عن البحث احنا لأن البحث يبغى له شغل، ولكن يعني على حساب تبغى ناس تبحث خلها تجي أول. شوف يعني احنا معذر أبو حسين كلامك صحيح، عفوا إضافة إلى كلام أبو فاضل عن موضوع النقطة هذه. لا أنا الكلام أن إذا واحد راح ورا وبحث الموضوع ووصل إلى أسئلة مفتوحة حول الموضوع زين سواء كان نماذج أو غير نماذج، هذا إذا وصل للمرحلة هذه فعلاً بالإمكان إن يصير في نوع من التساؤل، يصير في نوع من يعني لنقل يعني توجيهها إلى الجهات اللي ممكن يضيف شيء بالإمكان. بس خلي يبدأ. وأظن في ناس عندها اهتمام بالثقوب السوداء، بس دائماً يقرأ مثلاً الكتب العامة. تعرف إنه في ناس في الغرب في يسموه المراسل العلمي. تعرف هذا الشيء؟ المراسل العلمي هذا تحصل عنده ما شاء الله من الحصيلة العلمية، ولكن كلها عامة، كلها معتمدة على الكتب العامة هذه. في الغرب كتب عامة كثيرة علمية زين. ففي ناس هو ذا مستواهم قراءته. في ناس حتى يسمى عالم فلكي ومهتم بالفلك ومستواه فقط هاي الكتب العامة. هاي الكتب العامة تفيد في البداية، بس أنت للبحث العلمي ما تفيد.
أنت بحاجة إلى خطوة إضافية، أنك تروح وراء الموضوع فعلا، شوف هذا الموضوع، هذا السؤال اللي ما زال مفتوح، ليش ما زال مفتوح؟ هالجانب هذا ليش مرتبط، يعني المفتوح هذا مرتبط بهالجانب ليش؟ وش الشيء اللي نقدر يعني اللي العلماء يبحثوا عنه بهالجانب؟ واضح؟ يعني لازم تروح خطوة شوية مثل المتخصصين حتى نضيف فيه. أنا معه إنه مو سهل ولكن بالإمكان، هذا مو شيء مستبعد. صحيح أنا حطيته قد يكون شيء متفائل طبعاً، وبالمناسبة هذه متفاوتة طبعاً في الصعوبة والسهولة بلا شك، إن هذه الأبحاث متفاوتة، يعني مثلاً رصد الأهلة، رصد الشمس، رصد المرتبط بالشمس الكواكب، وهذا أسهل بلا شك من هذه النماذج. ولكن الكلام أن إذا واحد مهتم، واحد مو مهتم بالحاجات البسيطة، مهتم بالحاجات الصعبة، خلي يروح. اي بس تقول حتى هذين اللي تكلمت عنهم دراسات في جامعه الملك فهد، سواء في الفلك او في الفيزياء او الهندسه الكهربائيه، مع ذلك انهم مو في موقع الريسيرش اند ديفلوبمنت، هذا شيء مسلم فيه. انت ما تتكلم عن معهد البحوث والله عنده هناك ممكن يجري تجارب، او عنده هناك تلسكوب ضخم ويعمل هناك ابحاث عشان يسميها اوريجينال هذا الريسيرش. فذي هذه لا لا ما معك هي مجموعه، هي الابحاث دي مجموعه يقتنع يقتبس هذه المعلومات من مواقع مختلفه.